جينيسيس تكشف عن طرازاتها الكهربائية الفاخرة في العلا السعودية. نظام صيني متطور يسمح بقيادة المركبة على 3 عجلات. BMW تطرح سيارتها الجديدة من الفئة 5. تسلا تسمح لسيارات فورد الكهربائية باستخدام شواحنها. مجموعتا تسلا وفورد تعلنان أنه اعتباراً من العام المقبل ستصبح شبكة الشواحن الفائقة السرعة التابعة لتسلا في الولايات المتحدة وكندا مفتوحة أمام سيارات فورد الكهربائية في خطوة ستضاعف عدد محطات الشحن المتاحة لعملاء فورد. وقال جيم فارلي رئيس شركة فورد في حوار على تويتر مع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إنه اعتباراً من مطلع العام المقبل سيتمكن جميع عملاء فورد الحاليين والمستقبليين من الوصول إلى 12,000 شاحن فائق السرعة لتسلا. ولم يوضح فارلي كم ستبلغ كلفة استخدام هذه الشواحن من جانب مالك سيارات فورد، مكتفيا بالقول إن المجموعة ستبذل كل ما بوسعها لتكون الأسعار مقبولة وتنافسية قدر الإمكان. عيب إلكتروني في سيارات مرسيدس إس كلاس ومايباخ الجديدة. عيب إلكتروني في سيارات مرسيدس إس كلاس ومايباخ الجديدة. مرسيدس تستدعي 7558 سيارة إس كلاس الجديدة وإي كيو إس الكهربائية ومايباخ إس كلاس موديلات 2022 و2023 لمشكلة في نظام الثبات الإلكتروني. وبحسب الصانع الألماني فإن الإشكالية تؤثر على وظيفة نظام منع انغلاق المكابح وتوزيع طاقة الكبح الإلكترونية ما يهدد سلامة الركاب. وانتبهت مرسيدس للمشكلة لأول مرة في يناير من العام الماضي وذلك داخل أمريكا حيث جهزت تحديثات برمجية لحل المشكلة من جذورها في حين رجحت تقارير أن تقوم الشركة باستدعاءات خارج أمريكا. BMW تطرح سيارتها الجديدة من الفئة 5. شركة BMW تكشف عن طرازها الجديد من الفئة 5 i5 بمحرك كهربائي بالكامل وذلك للمرة الأولى في تاريخها. وسيبدأ طرح الفئة 5 الجديدة في الأسواق في أكتوبر من العام الجاري بجانب طراز يعمل بمحرك هجين. وعلى غرار الأجيال السابقة من الطرازات أنتجت السيارة الكهربائية الجديدة في مصانع الشركة بدءا من المحرك الكهربائي وصولا للبطاريات وفق ما ذكرت المجموعة الألمانية. نظام صيني متطور يسمح بقيادة المركبة على 3 عجلات. شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية تطور نظاماً يسمح بقيادة المركبة بأمان في حالة تلف أو فقدان إطار السيارة. وقالت الشركة إن النظام الذكي الملقب بديسس يتيح في حالة تلف أو فقدان أحد إطارات السيارة برفع المركبة عن الأرض تفادياً للاحتكاك بالطريق عبر تحليقها بانسيابية بعجلاتها الأربعة في الهواء لبضع ثوان. ولم تحدد الشركة بعد وقتا لطرح تقنيتها هذه على الطرقات. جينيسيس تكشف عن طرازاتها الكهربائية الفاخرة في العلا السعودية. كشفت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا رسمياً عن مجموعتها المبتكرة من طرازات السيارات الكهربائية لأول مرة في المنطقة في حفل أقيم في مدينة العلا السعودية. وشهد عرض الإطلاق الفخم الكشف عن سيارات كهربائية فخمة وهي GV60 وG80 الكهربائية وGV70 الكهربائية. وقال رئيس علامة جينيسيس إن الشركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة منطقة الخليج خطوة إلى الأمام من خلال تقديم 3 طرازات كهربائية مميزة.